ايوه يا جماعه، احنا اللي عملنا من السوداني كفته متغرقه بالشوكولاته كده، وحاجه تاكليها وسهله جدا، عشان بجد والله مغريه جدا وسهله قوي. انا كواحد من الناس ما كنتش متوقع تطلع حلوه قوي كده. نوع الطعم فعلا يعني يدوب في البق والله. تعال نشوف المقادير. بص بقى، نص كيلو من السوداني اقوم جايبهم واقوم طحنهم في الكبه كده وانعمهم زي ما حضرتك كده شايفه. بعد كده بقوم واخد عندي بنفس الكبه احط دي بوله، واقوم حاطط عندي 2 باكو من بسكوت الساده. جميل. وبعد كده اقوم برضو فرمهم وافرمهم فرمه ناعمه كويسه جدا. بعد كده بقوم واخد البسكوت الجميل دهوت على السوداني اللي انا حمصته. بعد كده اقوم مديله رشه قرفه كده جميله، وبعد كده اقوم اقلب ايه الخليط ده مع بعضه. بعد كده بقوم مسمغه، بقوم حاطط له ربع كوبايه من العسل الابيض. جميل. ربع كوبايه من العسل الابيض، وممكن اقوم حاطط عليها ايه معلقتين اتنين كده كبار من الزبده السايحه، وابدا ان انا اقلب، ولو احتاجت عسل تاني بضيف لحد ما تتسمغ معايا وتبقى حضرتك زي كفته كده بالظبط. بص بتبقى عامله ازاي، تمسكيها كده بايدك تلاقيها اتسمغت معاكي واتصبعت معاكي بالشكل ده. اجيب عندي عيدان الشيش بتاعتنا، او عيدان اللي انت بتقلبي بيها القهوه ديت لو موجود عندك، او الاوستيك بتاع الايس كريم ممكن لو عندك برضو استخدميه. عندك 3 اوبشنات، اسمغ كده زي صبع الكفته كده بالظبط، وبعد كده اقوم واخد الشيش دوت نقوم حاطينه كده في النص، ونبدا نحطهم فيه نرصهم عندي على ورقه زبده زي ما حضرتك كده شايفه. لازم يتسمك كويس جدا في ايدك الاول، وبعد كده ممكن تعمليه اصلا من غير عيدان شيش كمان، تعمليه لوحده كده. اخد الكلام ده كله ونروح عندنا على الفريزر واسيبها لمده ساعه بالظبط لحد ما تجمد. بعد كده بقوم واخد عندي اي جايب عندي الشوكولاته، اجيب عندي شوكولاته مطبخ واقوم حاططها عندي بولة ازاز، واقوم مدخلها الميكرويف لمده دقيقه بالظبط، 30 ثانيه 30 ثانيه. وبعد كده بلاقيها بتسيح معايا وتبقى زي الفل قدام حضرتك اهيت. نقوم جايبين عندنا معيار كده ونقوم حاطين فيه الشوكولاته، وممكن لو نحط لها معلقتين اتنين زيت. اقوم جايب سوداني عندنا مجروش حوالي ربع كوبايه ونص كوبايه، ونقلبهم كويس جدا. اجيب عند الصاج بقى بعد ما طلع من الفريزر ومسك نفسه زي ما حضرتك كده شايفه، سهل قوي. ويا جماعه بجد جربوها لانها طعمها حلو قوي. اقوم واخد عندنا مجرد ما بحطها كده في الشوكولاته اقوم مطلعها واستنى لحد ما تنزل الزيادات وتنشف، واقوم حاططها على ورقه زبده. بعد ما بتخلص معايا بتبقى عندك بالشكل ده. تقدري تحطيها ببرطمانات على فكره عندك، وتسيبيها بره الثلاجه مش هيحصل لها اي حاجه. بص الاقتحام من جوه عامله ازاي، متسمغه وحاجه فل الفل. ان شاء الله تعملوها وتجربوها لانها من اسهل الحلويات اللي انت ممكن تعمليها بجد. اشوفكم على خير، سلام عليكم.